ازيك يا سنة أولى؟ النهاردة هناخد يونت 11 on land and sea. خلاص كده؟ طيب ده اليونت اللي قبل الأخير إن شاء الله. إيه أهم كلمات اليونت ده؟ طبعا زي كلمة الأرض، هنا أنا أقصد كوكب الأرض يعني Earth، لكن الأرض اللي إحنا بندوس عليها اللي واقفين عليها اليابسة اسمها land. مرجان أو الشعب المرجانية اسمها coral reef، دي برضو كلمة مهمة. قنديل البحر jelly fish، كلمة محيط ocean. سام يعني بايزنس، السمكة لازعة ستينجري، ويلدغ يعني ستينج، فيرب ستينج وماضي ستونج، يضغط يعني بريس، يلمس تاتش. لو حاجة مسطحة بقول عليها فلات، والديل بتاع السمكة اسمه تيل. البيئة، كلمة البيئة كلمة مهمة environment، وكلمة حفرة يعني هول. يعيد تدوير ريسايكل، والصياد يعني فيشرمان. كوكب يعني بلانت. كلمة هيكل يعني سكيلتون. الصدفة يعني شيل، يعني ممكن أقول صدفة السلحفة اسمها إيه؟ The shell of turtle أو turtle shell. طيب يحمي من يعني protect from، شجاع يعني brave، محمية طبيعية يعني reserve، البذور يعني seeds، شخصية character يخيف frighten، يختم أو يلخص conclude، تربة يعني soil، يغطي يعني cover، وكلمة قمامة يعني trash. عندنا كلمة زي حريص careful، قلق worried، محطة يعني station، poster أو ملصق يعني poster، أساسي أو رئيسي main، ومحلي يعني local. دي معظم أو أهم كلمات اليونت ده اللي يجي يسألني عليه. طيب نحل شوية بقى على جزء الفوكاب ده قبل ما نخش على grammar، يلا بينا. Number one. بيقول لي we don't need that dirty piece of paper. احنا مش محتاجين الورقة دي المتسخة يعني. You can't put it a with the a. هنختار هنا ايه؟ rubbish. Number five. A lot of catch fish from the Red Sea. الكثير من ايه بيصطادوا السمك في البحر الأحمر؟ Fishermen. الصيادين. طب السؤال اللي بعدها، my grandmother is 65 and knows a lot. عمرها 65 وتعرف الكثير. We all what she says. احنا كلنا بنحترم اللي بتقوله، يبقى respect يحترم. واللي بعدها، احمد lost his phone so his mother was worried، كانت قلقانة. When he didn't phone her، لما ما اتصلش بيها. طيب جودي felt very after she was ill but she is better now. عايز اقول جودي felt weak لكنها دلوقتي ايه؟ تحسنت. طيب in the museum، في المتحف، we saw a very old animal، شفنا هياكل لحيوانات قديمه، شفنا ايه بقى؟ skeleton. طيب number 10، the hero is the main in the film، the main character، الشخصيه الرئيسيه في الفيلم. اللي بعده، is the earth a or a star، planet or a star، هي كوكب ولا نجم. Plastic is used in making different things، used for، يستخدم لصناعة، من أجل، used for. Number 13، هنا is good for the environment، recycling، إعادة الإيه؟ التدوير. اللي بعدها، can you put this into the bin، معلش ممكن تحط القمامة دي في السلة، يبقى إيه؟ can you put this a rubbish. نشوف جزء الجرامر بتاعنا كان بيتكلم عن ايه. طيب هنا سنة أولى في الجرامر هناخد if، اذا او لو. هناخد الحالة الصفرية الزيرو كونديشنال، كانت بتتكون من ايه؟ من if، بعد كده الجملة بتاعت if present simple، الجملة ذات نفسها بتاعت if مضارع بسيط، وبرده الجملة التانية مضارع بسيط، يعني الزمانين بتوع if ايه؟ مضارع بسيط. طب انا بستخدمها ليه؟ بنبني بنستخدمها للتعبير عن الحقائق العلميه والحقائق الثابته. زي مثلا بصوا المثال ده، بيقول لي if you put glass in water، لو انت هتحط الميه الازاز في الميه، هنا بقى النتيجه ايه؟ it sinks، بتغرق. خلاص كده احنا هنا حطينا put في المصدر، جمله if مضارع، وعشان الميه مفرد فقلت it sinks، ضفت لها حرف الايه؟ الاس. طب الجمله اللي بعدها، if you add 2 and 8، لو انت هتضيف 2 رقم 2 و8، you get 10، هتحصل على ايه؟ على رقم 10. كل الجمل اللي انا بقولها دي حقيقة علمية وحقائق ثابتة، فعبرت عنها
احنا هنا معبر عنها بالايه؟ عبرت عنها بالحاله الصفريه الزيرو كونديشن، مضارع بسيط مضارع بسيط، present simple present simple. طب الجمله الاخيره هنا بيقول لي if you put paper on water، لو انت هتضيف او هتحط ميه الورق على الميه، هنا بيقول لي هو هيطفو او مش هيغرق. طب انا هنا هنفي بمين؟ بما اني انا present simple مضارع بسيط اكيد هنفي اما ب don't اما ب doesn't. طب انا الفاعل بتاعي هنا it، يبقى انا هختار مين؟ doesn't. وعلشان حطيت doesn't سنه اولى عملت ايه؟ رحت شايله حرف الاس من verb sink، دي اللي هي حاله ايه؟ الحاله الصفريه. طب لو هنحل عليه نشوف. نمبر 1 بيقول لي when the teacher talks، لما المدرس يتكلم we always to him carefully، احنا دايما بنستمع له كويس، والفعل هنا عندي we مجموعه قويه، يبقى we ايه؟ we listen من غير اي اضافات، الفعل مش محتاج اضافه. طب نمبر 2 when the water boils، لما الميه بتغلي the teapot of the heat، عايز يقول لي ايه؟ خد بقى البراد ده من على النار، يبقى take the teapot of the ايه؟ the heat. طيب number 3 if you put sugar into coffee، لو انت هتضيف او تحط سكر للقهوه you need to eat the coffee، you need to steer، فاكر verb steer خدناه في الترم الاول يقلب. طب number 4 you feel ill، انت هتحس انك تعبان if you too quickly، if you eat لو انت بتاكل بسرعه جدا. نمبر 5 when، ناخد بالنا هنا ان when معناها هي هي if، يعني ممكن اقول if is او لو او when بمعنى عندما، الاثنين نفس القاعده. فهنا بيقول لي when it a very cold in England it snows، لما الدنيا بتكون برد في انجلترا يبقى بتمطر ثلج. طب بتكون مع it يبقى ايه في المضارع؟ is، verb to be هياخد مين هنا؟ هناخد is، يبقى when it's very cold in England. وبكده سنقول نكون خلصنا بإذن الله كده يونت ايه؟ يونت 11.